الدقائق اللي جايه دي كلها هنتكلم فيها عن التشكيل المتوقع للاهلي والزمالك، ازاي الاهلي ممكن يلعب النهارده بتفكير فايلر، وكمان الزمالك بخطط كارتيرون، مع اثنين من اصدقائي الاعزاء كالعاده، كريم سعيد. مساء الفل عليك كريم. مساء الفل يا كريم، ومساء الفل لكل مشاهدي اون سبورت. احمد عز الدين ايضا كالعاده. احمد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كيمو، اخبارك ايه؟ ماتش طبعا الناس كلها تقريبا من الماتشات القليله اللي يجي لك فيها السؤال بتاع مين هيكسب وانت ما تعرفش تبقى فعلا عارف الاجابه، يعني صعب جدا حد يتكهن بنتيجه المباراه النهارده بعد العرض اللي قدمه الزمالك قدام الترجي، وبعد الاداء المبهر اللي بيقدمه الاهلي في الدوري طول الفترات الماضيه. يعني يمكن الاجابه ابتدت ما تبقاش فريق بعينه، بس هي اعتقد ان الاجابه ممكن تقراها من الماتشات اللي فاتت اكتر. انت بتتكلم مثلا على ان في مباراه او بطوله بتحسم من مباراه واحده، بالتاكيد الفريق اللي بيدافع افضل هو اللي هيكسب. في مباراه انت بتشوف فيها الالتحامات بتبقى نقطه فارقه في مين هيسيطر على الملعب ومين هيحسس الخصم ان هو الطرف الاقوى، بالتاكيد انت تقدر تقول ان اللي هيكسب الالتحامات وهيكسب الثنائيات هو اللي هيكسب. عايز اقول لك مثلا ان الزمالك في مباراه الاهلي في الديربي اللي فات كسب كام التحام في الهواء في المباراه كلها؟ ثلاثه، فاهم؟ رقم قليل جدا. فكانت النتيجه الطبيعيه ان الاهلي كان هو اللي مهيمن على المباراه بالكامل. في ماتش الترجي ارتفع الرقم ده من 3 لـ9. فتقدر تشوف قد ايه الزمالك استفاق، قد ايه الزمالك الحته دي بقت حته قويه جدا عنده بوجود واحد زي مصطفى محمد مع محمود علاء وطارق حامد. فتقدر تقول ان دي ادت افضليه للزمالك عن مباراه الديربي الماضيه. تقدر تقول برضو ان اللي هيكسب المباراه النهارده اللي عنده حلول مختلفه، لان نقطه مهمه جدا بتبقى موجوده في المباريات دي ان بيبقى فيه تقفيل وفيه حرص وفيه حذر كبير من كلا الفريقين، وبالتالي الفريق اللي بيقدر يسجل من فاولات، اللي بيقدر يعمل خطوره من الضربات الركنيه زي الاهلي مثلا اللي بيسجل السنه دي اعتقد 4 أهداف من ضربات ثابته، فبتتكلم في او بدات يعني من ضربات ثابته، فبتتكلم في ان كل طرف دلوقتي عنده افضليه وعنده احساس عام بان هو الفريق المتفوق، وبالتاكيد هتبقى مباراه كبيره. طب كريم عز قال انه ممكن يبقى في حذر النهارده. نعم. تتكلم فيه زمالك داخل متحمس جدا بعد الفوز من الترجي، واهلي متحمس جدا من انتصارات متتاليه على الفرق في الدوري الممتاز. طبعا. احساسك ان هيبقى في حذر ولا الاثنين النهارده داخلين لا انا داخل اكسر داخل اكسب؟ لا هو طبعا بكل تاكيد الحذر هيبقى مع نادي الزمالك اكتر. خلينا برضه يا كريم لما نيجي نحلل، احنا قلنا يعني اول امبارح لما طبعا كان عندنا حلقه طبعا مستفيضه اعتقد اتكلمنا فيها في حاجات كتير، بس خلينا النهارده اركز على نقط بسيطه. مثلا نادي الزمالك ادانا النسخه الافضل له لما بقى رد فعل. دي نقطه عايزين نحط عليها 10 خطوط. نادي الزمالك افضل نسخه له مع كارتيرون لما كان هو رد فعل مش هو الفعل، وبالتالي هو نجح ان هو يحجم الترجي، لكن هي طبعا طريقه فيها مقامره طبعًا، فيها مخاطره طبعًا. ليه؟ لان انت بتنتظر دايما ان الفريق هو اللي قدامك المنافس هو اللي ياخد الخطوه، وانت بتعتمد على المرتدات اكتر من ما انت بتعمل بيلدينج اب وبتطلع بالهجمات بتاعتك أكيد. وبالتالي لنفترض ان لو مثلا الترجي في الشوط الاول من كم الهجمات العرضيات، الترجي بعد هدف الزمالك الاولاني عمل كم هائم من العرضيات الشوط الاول عن طريق الجبهه اليسرى، طبعا حمدو الهوني بصراحه بخلاف اي شيء في المباراه، لكن ما حدش يقدر يختلف ان حمدو الهوني في المباراه دي تفوق تماما على جبهه حازم امام وبن شرقي. بصراحه الجبهه دي في الشوط الاول شالت ضغط كبير جدا وما قدرتش انها تصمد قدام حمدو الهوني. بتصمد في ايه؟ في العرضيات. ما بتكلمش ان العرضيات دي نتج عنها اهداف ولا لا، لا انا بتكلم ان العرضيات لعبت يعني انا نجحت ان انا اعمل الكره العرضيه. وطاره بقى خدها ما خدهاش، خنيسي في الشوط الثاني خدها ما خدهاش، دي مش بتاعتي، دي حاجه ثانيه. وبالتالي لنفترض ان المنافس بتاعك قدر ان هو يصل لمرماك، هيبقى هنا الوضع مختلف انك هتبدا تفتح خطوطك. ولو نفتكر كده هدي مثل بسيط قوي، لما مباريات نادي الزمالك اللي عانى فيها في الدوري كان دايما لما الفريق بقى اللي قدامه بيعمل مع نفس التكتيك ده، ونفتكر كابتن حلمي طولان لما عمل نفس التكتيك ده وحط محمد شريف في الشوط الثاني كمهاجم صريح وبدا يعتمد على الهجمات المرتده وكسب المباراه في الدقيقه 92. فاللي اقصده هو الطبيعي الاقرب ان الحازم عندنا الزمالك مش عند فايلر. فايلر اعتقد من المديرين الفنيين اللي اعتقد بيؤمن ان انا ما اقدرش اديك الحته النفسيه او المعنويه ان انا خايف منك. دي شفناها امتى؟ شفناها في ماتش السوبر في بدايه الموسم عز، لما الراجل لسه ما يعني ما باينش ميته لينا، وفجاه لقيناه بيلعب بالهاي لاين ديفنس من عند نص الملعب. بصراحه كانت طريقه غريبه جدا، يعني كانت مفاجاه، مش يعني مش غريبه بمعنى وحشه، بس كانت مفاجاه لينا. وبالتالي اشوف ان فايلر، لا فايلر ما اعتقدش هيبقى حذر، فايلر هيبقى عايز ياخد المبادره، وكارتيرون ما عندوش
حل تاني ان غير ان هو يعتمد على الاسلوب اللي نجحه وهو كان قدام الترجي، لان ما اعتقدش ان نادي الزمالك من البدايه يفتح خطوطه قدام النادي الاهلي، هو هيحاول يخلي السيناريو شبيه بالسيناريو اللي اتعمل في الدوحه. بس انا هاخد منك برضو، ماذا انت قلت ماذا لو كان الترجي سجل في الزمالك؟ اه طبعا. طب ماذا لو كان الزمالك جاب الهدف الثاني؟ هنا بقى ان انت بتتكلم في ان لا بس انت بتتكلم في ان الزمالك ضيع ثلاث فرص في الوقت اللي الترجي بيهاجم فيه، ضيع ثلاث فرص محققه على الجول. قصدي انا بتكلم حته ايه الاستحواذ نفسه، يعني انا فاهمك، انا قصدي انا عايز اوصل لفين. ان برضو فكره انك انت اللي واخد الفعل ما بتديكش افضليه 100%، هي انت برضو بتسيب مساحات. فهل هتسيب مساحات؟ هو ده بقى السؤال اللي ممكن نبتدي نساله. هل علي معلول هيطير النهارده ولا علي معلول هيبقى عنده تكليفات؟ وخلي بالك برضه مش هتقدر لا عندك هنا عشان النقطه اللي قالها عايز دي مهمه جدا. انت هنا هتعمل مقارنه بين كوليبالي كهاف ديفندر في نادي الزمالك في نادي الترجي ومقابلته لهجمات نادي الزمالك مرتده، واليو ديانج. واليو ديانج طبعا مثلا خدت الاعتبار بتاع ماتش بيراميدز، النادي بيراميدز دخل في السيناريو ده في ايه؟ في تقريبا 35 دقيقة. جاب هدف في النادي الاهلي في الدقيقة 55 وتشاتشيتش رجع كل الفريق للدفاع وبدا يعتمد، والنادي الاهلي حتى كان بيهاجم بتسع لعيبة في اوقات كتيرة. ازاي يتوقف على حالة ديانج برضه في المباراة؟ يعني انت لو بتقارن ديانج مع كوليبالي، ما هو ديانج لما شفت في مؤتمر بصراحة كده وطلع بيتكلم شويه ايوه كوليبالي كوليبالي يا كريم لاعب وسط في الترجي، لاعب قوي جدا، هو بس ما كانش في حالته في هذه المباراة. مش بس ما كانش في حالته، هي الفكرة ان في الترجي هو بيلعب ارتكاز لوحده. معاه كوامي ومعاه ناس بتساعده، بس هما في النهاية هما بيساعدوه مش هما الأصل. الأهلي مختلف، الأهلي بيلعب اتنين ارتكاز جنب بعض، فالأمان هيبقى موجود أكتر في الكرات اللي شبه كده. إنما السؤال دايما اللي أنا قصدي أخد من كلام كريم، إن كريم بيقول إن غالبا الزمالك هيلجأ لرد الفعل، منطقي جدا. رد الفعل ده ممكن يكون عيب زي ما كريم شرح، إن في نقاط ضعف موجودة في بالظبط، إنما كمان في نقاط ضعف موجودة في الأهلي ممكن تخلي الهجمات المرتدة قاتلة للزمالك، وفي نفس الوقت هتخلينا نسأل السؤال الأهم، هل فايلر هيهاجم؟ هل فايلر هيبتدي المباراة وهو عايز يخلص بدري؟ هل الجهاز الفني للأهلي وهو بيدرس الزمالك هيقرر يطير الظاهرين؟ هيقرر يلعب مباراة هجومية بحتة؟ دي كلها اسئله مهمه. بس انا بشوف فايلر في معظم مباريات، وده قلت لك حتى من يومين، بنى اللعب بتاعه سهل وهادي وما عندوش اي مخاطرات من اي نوع، يعني بيشتغل انه ما يلعبش كرات طويله. كارتينو مثلا من الناس اللي ممكن تحب الكرات الطويله، لكن فايلر بيبني لعب بالراحه، زي يعني قلت لك مفيد حتى المقارنات مع ليفربول. بالظبط. انت بتتكلم هنا كانت واحده من اهم الحالات في بنى اللعب بتاع الاهلي، ان اللعيبه كلها اتحركت يمين، ولو اللقطه جت من اولها بص هتلاقي راس الحربه جري، هتلاقي الجناح جري، هم بيعملوا ايه؟ هم بيفضلوا مساحه لعلي معلول. بس النظريه هنا ان المساحه المره دي المفترض ان لو الزمالك لعب نفس الماتش بتاع الترجي مش هتكون مفتوحه بالمنظر ده. صحيح. فهنا بقى السؤال، هل علي معلول هيطير برضه علشان خاطر يحط بريشر على اشرف بن شرقي او زيزو اللي هيميل ناحيه اليمين مع حازم امام، ولا وقتها علي معلول هيقلق من ان لو الكره دي اتقطعت النتيجه هتكون مختلفه المره دي، لان في سرعات كبيره في هجوم الزمالك. وده ياخدنا بقى يا كريم عشان نجاوب او بنحاول ان احنا نوري الساده المشاهدين بعض الصوره قبل المباراه. لازم اصلا نحاول نجاوب على السؤال الاهم، مين الارض التشكيل؟ لان الاسماء اللي هتتحط في التشكيل هي اللي هتخليك تقول ما ده اللي جاي. شكل اللعب نعم ما ده اللي جاي. انا خد ده نضرب المذيع ما ده اللي جاي. لا انا فعلا عايزك تبدا معايا عشان كمان وقتنا ما يسرناش. تشكيل الاهلي اللي انت شايفه يبقى الانسب لهذه المباراه. شوف تشكيل الاهلي في ماتش النهارده هو فيه سؤالين بس، هما سؤالين اتنين ما فيش غيرهم، مين الثنائي الدفاعي اللي هيلعب؟ حلو السؤال. ومين الجناح الايسر اللي هيلعب؟ دول في وجهه نظري هما دول لحد ما السؤالين الاكثر يعني ايه موجودين على الساحه، بقيه المراكز كلها محسوم. يعني الجناح الايسر دي متعلقه بالمهاجم الصريح كمان فندم. الجناح الايسر والمهاجم الصريح طبعا ما انت اللي هتختار. ما بص انت هتحط اجي مهاجم صريح ولا تحطه جناح بالزبط. فخلينا نبدا من الاول. يلا محمد الشناوي طبعا حارس الاساسي ما فيهوش اي خلاف. في وجهه نظري احمد فتحي كخبره هو هيبقى الباك اليمين. الثنائي بقى الدفاعي هتلعب بمين؟ احنا طبعا عندنا كلام كتير ان ايمن اشرف انا قلتها كتير، انا ما بقتنعش ان في بساك يبقى 174 سنتي. ده ضد المنطق. انا وضد مصطفى محمد. نعم وضد مصطفى محمد كمان اللي هو بتتكلم على واحد هيدر بالظبط. ولكن لما تيجي تبص لارقام ثنائيات دفاعات النادي الاهلي هتلاقي ان افضل ثنائيه فعلا بتاعت ايمن اشرف ورامي ربيعه كارقام. هي الثنائيه الاكثر مشاركه
وبالتالي نعم. هي الثنائيه اللي كسبت اكتر بالظبط بالظبط. انما فعليا اعتقد ان برضو فيها نقطه مهمه جدا ان الاهلي معاهم مستقبل اكبر عدد من الاهداف قياسا بالثنائيه التانية عشان هم كمان لعبوا ماتشات كتير اكتر بالظبط كده. بس حاجه ثانيه كمان عايز يعني ايه بتوضح برضو الكلام اللي كنت لسه هكملها. دخول محمود متولي بصراحه محمود متولي على وجه الخصوص غير الخريطه غير الخريطه وكمان هو كمان فعلا لعيب مميز جدا جدا. ولكن احنا شفنا ان محمود متولي ساعات فاير بيحتاجه ده ايمن اشرف نعم. على سبيل المثال انت بتتكلم على ان المساحه اللي دايما موجوده بينه وبين الباك ليفت بتبقى فيها مشكله واحده انها محتاجه ان المدافع يبقى اسرع من المهاجم صحيح. هنا بقى بنسال السؤال المهم ايمن اشرف اسرع من المهاجم ولا لا. في الحقيقه هو ما كانش اسرع من مهاجم المصري نعم. واعتقد انه مش هيكون اسرع من مصطفى محمد. وبالتالي دي هتبقى ازمه لو علي معلول قرر يهاجم او الاهلي قرر ان هو يلجا لزياده وضغط هجومي على الزمالك. هو في وجهه نظر يعني في وجهه نظر شخصيه هو محمود متولي هو بالنسبه لي هو كان يبقى افضل ثنائيه يعملها مع رامي ربيعه. ان رامي ربيعه ثابت لو شفت الثنائيات كلها رامي ربيعه هو الثابت الوحيد فيها. لازم رامي ربيعه يبدا طالما هو قادر انه يلعب خلاص. يبقى انت بتتكلم على الاسم الثاني هتاخد هنا تقعد بقى ايه تختار ما بين بعض العوامل. محمود متولي ان انا النهارده بحتاجه ساعات في الشوط الثاني بلعبه هاف ديفندر ويبقى ورقه دفاعيه قويه جدا معايا فيه وبستغلها في مجريات المباراه. وان ابدا بايمن اشرف اللي فعلا سريع ان هو اوريدي اصلا ظهير وبالتالي ايمن اشرف كسرعه اسرع محمود متولي بيجري اسرع ان هو اخف. وبالتالي انا بشوف ان ربما تبقى الثنائيه الاقرب للبدايه هي رامي ربيعه وايمن اشرف وعلى الشمال يبقى علي معلول لو هنمشي خط بخط. ماشي. طبعا خط الوسط مفيش خلاف على السولية وقاليو ديانج ده موضوع منتهي جدا. وانت الاول يا عز متفق مع خط الدفاع ده؟ يمكن بالنسبة لي لما بحاول اقرأ الماتش من ناحية الزمالك من ناحية ان مصطفى محمد موجود احاول ادور على اكتر اتنين هيضايقوا مصطفى محمد في الكرات الطويلة وبالتالي هروح لياسر ابراهيم مع رامي ربيع. لكن في حسابات تانية كتير زي بنى اللعب زي الـ الافكار بتاعت ريني فايلر اللي بتحتاج في اوقات كتير ايمن اشرف. وفي نفس الوقت فكره ان مفيش على الدكه بتاعت الاهلي لاعب ارتكاز حقيقي فبالتالي محمود متولي غالبا ممكن يكون اللي قاعد بديل تحسبا لاحتياج الاهلي لاي حاجه من الحاجات دي. لكن زي ما باين معانا ان في الماتش بتاع المصري على سبيل المثال اشتغل كتير جدا كابتن ايهاب جلال من الجبهه دي على اعتبار ان الجبهه فيها ايمن اشرف ابطا من مهاجم المصري وادي. وعلي معلول كمان عنده ادوار هجوميه بيبقى بعيد عن بالظبط بالظبط كده. وفي نفس الوقت بقى ان اللي بيميل في اوقات كتير على الجبهه الشمال ما بيبقاش ديانج بيبقى عمرو السوليه. وعمرو السوليه زي ما باين معاك في اللقطه دي طبعا سوبر وفي المستوى بتاعه في اعلى حاله والنقاط المضيئه بتاعته الاكتر هي النقاط الهجوميه طبعا. لكن دفاعا في الالتحامات وفي الكرات المشتركه احيانا بيخسر الالتحامات وقتها في التحول بتاع الزمالك من الدفاع للهجوم ممكن يحصل مشكله. فتحي ولا هاني؟ اميل لفتحي لان بالنسبه لي المباراه فيها نقطه مهمه جدا ان الزمالك اكتر عدد الاهداف اللي سجلها هو جايه من المرفوعه وجايه من الناحيه الشمال. حلو. مرفوعه او مبنيه من ناحيه اليمين ومتسجله ناحيه الشمال. تمام. وبالتالي انت بتتكلم على كم كبير من الالتحامات وكم كبير من الحاجات اللي ربما تحتاج قوه احمد فتحي اكتر في الناحيه الدفاعيه. تمام. كريم انت وقفت عند السوليه وديانج في وسط الملعب اكيد عايز متفق معاك يعني وكم حتى يعني طبعا انا وعايز مش هنختلف على ان قفشه هو البلاي ميكر وحسين الشحات هو الوينج اليمين وبالتالي بس هيتبقى هي المعضله اللي انا قلتها في بدايه الاجابه على سؤالك حته الجناح الايسر هنفسرها ازاي. خلاص احنا النهارده عندنا اجابه من اول امبارح كنا بنتكلم على رمضان كان دخل سافر معاهم وراح الامارات لكن هو خلاص رمضان اوت من المباراه رسمي يبقى او على الاقل اوت من التشكيل الاساسي لان لسه فيها كلام بيقول لا فايلر قال لا مش هو فايلر قال مش هيبتدي مش هيكون موجود. طيب اوكي ممكن يبقى ولا على الدكه يعني في كل حال ايا كان هو مش هيبتدي هو غالبا مش هيلعب طبعا يعني تمام ايا كان لا اقصده ماتش زي ده في وجهه نظري الشخصيه لا بديل عن جونيور اجايي مهاجم صريح. الله ليه بقى؟ شكرا جزيلا. لا بديل عن جونيور اجايي هسيبك تكملها هتفضل طبعا ما تتصورش مثلا ما جاش في دماغك اليومين اللي فاتوا كده نعم بادجي ان فايلر يفاجئ ببادجي زي ما فاجئ باجايي في السوبر اللي فات. والله بص خد بالك ان اجايي كان مفاجاه السوبر طبعا اللي فات طبعا بقاله فتره بعيد طبعا. بص طبعا احنا عارفين احنا قلنا ان فايلر من المديرين الفنيين اللي بيحط قواعد وانا وعايز اتفقنا عليه ان هو بيحط قواعد للفريق كله وبيمشي عليه ما بيكسرهاش القواعد دي هو فعلا ما بيكسرهاش سواء القواعد دي بتسمع في الجزء الفني او بتسمع في الجزء الانضباطي هو ما عندوش يعني ما عندوش مرحميني في الحته دي فبالتالي هو عمره ما عودنا على ان في لعيب بيجي فجاه هوب بنلاقيه بالشكل ده. في خلاف ان اجايي لما لعب معاه في ماتش السوبر الاولاني برضو اجايي بقى له فتره وبالتالي انا عايز بقول ان اجايي بالنسبه لي هو المهاجم الصريح
والاسم اللي يبقى على الشمال بعد خروج رمضان هيبقى ما بين اثنين جيرالدو او كهربا. دفاعيا جيرالدو عشان السرعه وعشان القوه البدنيه، كهربا مش هيقدر يقدم الدور الدفاعي زي جيرالدو، وبالتالي انا اشوف ان الانسب لنادي الاهلي في الخط الهجومي قفشه بلاي ميكر، حسين شحات وينج يمين، اجاي مهاجم صريح رقم 9، وجيرالدو على الجبهه. لو ما عندكش خلاف على الكلام ده هروح لتشكيل الزمالك. انا بس عايز ابين هو ليه اجاي مهم جدا كمهاجم للاهلي. تكلم على فرق بسيط ان دقه التمرير بتاعت جونيور اجاي 81% قياسا ب 69% لمروان محسن، فبتتكلم على ان بما ان المساحات هتبقى ضيقه فالاهلي هيبقى في احتياج للاعب زي جونيور اجاي علشان خاطر يقدر يقف على الكوره في منطقه الجزاء، فيقدر يخلق حلول هجوميه لفرقته في الوقت اللي انت عارف فيه ان الزمالك هيلعب مباراه دفاعيه. فدي النقطه اللي مخليه فكره جونيور اجاي كمهاجم هي نقطه مهمه جدا، لكن هي النظريه او الصعوبه اللي في الموضوع بالنسبه لي فعلا ان اعتقد ان ريني فايلر ناحيه الشمال جيرالدو في تصاعد مستوى كبير، بس مش بيقدم له الحلول الهجوميه اللي هو عايزها. الناحيه اللي هي مختلفه عن حسين الشحات، الناحيه اللي فيها حلول مهاريه اكتر وحلول فيها قوه بدنيه اكتر. ممكن يكون كهربا، بس كهربا برضو من ساعة ما جه انت مش قادر تحس ان فايلر مقتنع انه يبتدي اساسي بنسبة 100% ناحية الشمال. فهي دي النقطة اللي قد تقود الى مروان محسن مرة تانية في خط الهجوم. وكان قدامنا حالا مقارنة بين اجاي ومروان محسن. عايز اروح معاك عايز مباشرة لتشكيل نادي الزمالك. يلا بينا. انا تقريبا التشكيل الاقرب حسب ما اتفقت عليه انت وكريم، تشكيل الاهلي الشناوي، احمد فتحي، رامي ربيعه، كريم قال ايمن اشرف، وانت قلت ممكن يبقى ياسر ابراهيم، علي معلول، السوليه، ديانج، قفشه، واجاي مهاجم صريح، وجنبه حسين الشحات او حسين الشحات، والناحيه الثانيه جيراردو او كهربا. طيب تشكيل الزمالك عايز التشكيل السوبر. تشكيل السوبر على طول. انت العمليه سهله. السؤال في الزمالك دايما بيبقى مين هيبقى بعد مباراه الترجي، يعني مين هيلعب يمين، مين هيلعب شمال من الجناحين، مين زي اشرف بن شرقي لا وزير ايمن كمان، يعني الكلام كان على حازم امام ولا محمد عبد الغني يعني. لا محمد عبد الغني مش موجود، حازم امام هو اللي موجود. فهيبقى حازم، محمود علاء، بتتكلم طبعا في الوينش، بتتكلم في محمد عبد الشافي، القصص دي كلها منتهيه. بتتكلم في طارق حامد، بتتكلم في فرجاني ساسي، اشرف بن شرقي، اوباما، زيزو، ومصطفى محمد. الفكره كلها مين هيلعب ناحيه اليمين ومين هيلعب ناحيه الشمال في الاثنين، لانه كانوا بيبدلوا كتير كوينجات، اشرف بن شرقي وزيزو. طب نتكلم تاني على تشكيل الزمالك تفصيلا بقى واهميه كل لعيب، ولكن نشوف تقرير عن الاثنين مدربين النهارده، كارتيرون وفايلر، بدايتهم كانت جيده مع الاهلي والزمالك. نشوف التقرير ونرجع نكمل كمان. اهلا بحكم مره اخرى. قبل التقرير كنا بنتكلم عن تشكيل الزمالك المتوقع لهذه المباراه. عز وكريم اتفقوا ان التشكيل الامثل لهذه المباراه هو تشكيل مباراه السوبر الافريقي امام الترجي بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن ونجم ولا زيزو يبدا هذه المباراه؟ لا طبعا زيزو طبعا. ده موضوع منتهي، يعني بتتكلم كل الفكر النهارده ازاي تقفل الاطراف بتاعه النادي الاهلي. وخليني اديك رقم مهم جدا لاي منافس بقى بيلعب النادي الاهلي هيفكر فيها ازاي. شفناها مع تشاتشيت، شفناها حتى في افريقيا مع النجم الساحلي، كل فكر ازاي تقفل الطرفين للنادي الاهلي. انك بتتكلم اسيستات النادي الاهلي من الجبهه اليمنى 15، موجوده الحالات بتاعت علي معلول، اسيستات النادي الاهلي من الجبهه اليسرى 14، بتتكلم ما يقرب من 30 يعني هدف جم من النادي الاهلي من الاطراف. فبالتالي اول فكر لاي مدير فني بيلاعب النادي الاهلي هو دي نعم. اماكن الاهداف المسجله للنادي الاهلي والزمالك، 6 اهداف من ركلات جزاء وللاهلي 5 للزمالك، وحضراتكم ممكن تستكملوا هذه. خليني بقى لو ممكن يعني يشغلوا الحالات بتاعت الزمالك علشان برضو الناس تفهم نقطه صعبه جدا او صعبه جدا دايما في بناء اللعب بالنسبه لاي فريق معاه مدرب زي فايلر، هي الكرات الطوليه. الكرات الطوليه للزمالك سلاح صعب جدا، لان انت في معظم الحالات انت بتهاجم، الاهلي المفترض بيهاجم، فبيبقى محرك الاواشيط بتاعته تقدر تقول في الملعب، لكن الزمالك بيلجا كتير جدا لسلاح الكرات الطوليه. وسلاح الكرات الطوليه ده كارتيرون. بالظبط، مع كارتيرون يعني واحد من اهم الالعاب بتاعت باتريس كارتيرون. بالظبط، زي مثلا اللقطه دي شايف هما بيحاولوا يشدوا حرس الحدود لبره علشان خاطر ياخد معاه اللعيبه ويشد يزق خط دفاع حرس الحدود لقدام. وبعد كده طارق حامد اللي واحده من الحاجات اللي حصلت انه اتطور بشكل كبير في ارسال الكرات الطوليه، يبتدي يعمل بقى بروجيكشن للمساحات اللي موجوده على الطرفين.
مره تانية كره طوليه. فانت بتتكلم وهنا بقى القوه بتاعت اشرف بن شرقي ومصطفى محمد وزيزو اللي اتحولت لسلاح مهم جدا للزمالك في ان هم ينزلوا الكوره بعد كده يبتدي يدور اللعب حواليها. بيبقى حرس الحدود بيهاجم، طبعا حرس الحدود بيهاجم اقل من الاهلي. فانت بتتكلم على ان هيبقى فرق كبير جدا بين حرس الحدود والاهلي، الاهلي هيبقى سايب مساحات اكتر، وبالتالي دي نقطه لازم لعيبه الاهلي يبقى واخدين بالهم منها. بس عشان كده انت عايز بس حته المساحات دي لان انت برضو بتتكلم في فروقات فرديه ما بين اللعيبه، ما بتتكلمش على ستايل لعبه بس. يعني مثلا سرعه ارتداد لاعبي النادي الاهلي اكيد افضل بكتير من لاعبي نادي الحرس، وبالتالي هي بس هي السؤال هنا نادي الزمالك لما هيسيب الكوره، هنرجع بقى تاني لنفس النقطه الاولى، لما هيسيب الكوره انت مش متوقع ان رد فعل النادي الاهلي يبقى زي الترجي او زي اي فرقه انت واجهتها، لا لا خالص، لان هنا في مستوى لعيبه افضل. فبالتالي زيزو مثلا لما كنا بنتكلم على دوره في مباراه السوبر قدام الترجي اكيد هنا هيلجا لقدام النادي الاهلي للرجوع كتير. فالسؤال هل ده بقى اللي هيجي على حساب الناحيه الهجوميه شكل الزمالك؟ هادي انا بس اللي كان قصدي اقوله ان ده واحد من الاسلحه المهمه للزمالك، فهيبقى ضروري جدا انك تبقى مصطفى محمد كان مثلا بيلعب مع الترجي بيسيب مكانه في خط الهجوم وبيشوف اضعف حد من اللعيبه او المساحه الفاضيه عشان يتلعب له عليها كره طوليه. فضروري جدا ان الاهلي هو بيهاجم يبقى عامل بيفكر زي تفكير الباسكت بول، ضروري جدا ان يبقى عارف كويس قوي ان مصطفى محمد لما بيتحرك هتصرف معاه ازاي. جزء من الموضوع هو التحضير للخصم، زي ما مثلا ريني فايلر فاجئ الكل في ماتش الزمالك بجونيور اجيكا مهاجم، فلما كان بينزل وسط الملعب كانت لعيبه الزمالك مش عارفه تتصرف معاه ازاي. السنتر باك يطير وراه هيسيب مساحه، السنتر باك يسيبه طب ما هيسلم الكوره. فالتحضير للمباراه نقطه مهمه جدا، فايلر استاذ في التحضير للمباريات، علشان كده اعتقد انه هيبقى عارف يتصرف كويس في المعضله بتاعت مين يقابل الكرات الطوليه لمصطفى محمد واشرف. مباراه الترجي كانت استثناء في كل شيء بالنسبه لنادي الزمالك، وجود اوباما وبن شرقي في ملعب المباراه مع بعض شيء جيد. وبقولك انسى مباراه الترجي، بن شرقي واوباما مين اللي يلعب 10؟ شوف لا اوباما طبعا اوباما احنا قلنا، يعني قلت ان اوباما اول امبارح واحد من افضل اللعيبه اللي انت بتحطهم تحت راس الحرب، ان هو كمان في الفتره اللي لعبها مع نادي الاتحاد السكندري كان بيلعب 9، وبالتالي هو خد خبره كبيره جدا في مساله التحرك، لعيب مميز جدا في التحرك، لعيب مميز جدا في التسديدات. يعني خلي بالك اوباما يعني بيرفكت في مساله التسديد من خارج المنطقه وحتى من داخل المنطقه، وبس لعيب اوباما حاجه واحده، نفس اللعيب اللي كان عنده ازارو ان انا ساعات وانا بفنش بحط التاتش بتاعي عايزها كده تروح بسنه جماليه، فبالتالي ساعات بيخسر حاجات كتير، ودي اللي بتفضل عند عند المتابعين عند المشاهد، ما بيفتكرش اوباما اتحرك ازاي، ما بيفتكرش اوباما استلم ازاي، لف بالكوره ازاي بسرعه، كل ده بينساه، هو ليه حاجه واحده انت فنشت ازاي. وبالتالي لا خلاف ان اوباما يبقى هو رقم 10 وبن شرقي هيروح للطرف. ولكن ارجع تاني بن شرقي طبعا كان مميز جدا، انا بتاخد خلي بالك الجزء المهاري عند بن شرقي كتير كبير جدا، ما تقدرش تستغنى عنده، ولكن بن شرقي برضو كان مساهم في الفشل الدفاعي اللي حصل للجبهه اليمنى قدام نادي الترجي في مباراه كريم طرق واماكن اهداف المستقبله للاهلي والزمالك، الاهلي بيخش مرماهم طبعا. وبالتالي هنا في سؤال مهم، جبهه بن شرقي وحازم هتصمد قدام جيرالدو وعلي معلول؟ هل انت محتاج ان واحد من لعيبه خط الوسط يجنح كتير ناحيه اليمين في نادي الزمالك عشان يقفل؟ وتفتكر المعضله اللي انا وعز كنا دايما بنتكلم عليها ايام هيكتور كوبر، وحته ان صلاح بيلعب قدامه وانت مش عايزه يرجع يدافع، فانني هل يثبت يفضل داخل في العمق ولا يبدا يطرف؟ ممكن يكملوا الحالات بتاعت الزمالك، هتلاقي الحالات هتلاقي الدفاع بتاع الزمالك باين قد ايه وعنده مشكله فعلا في الناحيه اليمنى. هو استقبل يعني الاهداف اللي استقبلها من العمق ومن الناحيه اليمنى، ما استقبلش حتى من الناحيه الثانيه. انا اعتقد كريم لو جيراردو وعلي معلول لو مع بعض اكيد زيزو هيكون معاهم يعني. وخلي بالك دي ممكن تثبت لك بقى كابتن عبد العزيز اللي هو يعني عايز برضه قال نقطه مهمه، لو احنا خدنا من فايلر ان هو بيقول ان رمضان مش هيبدا اساسي، فبصراحه اذا كان هو فات فعلا لغايه النهارده وحطه على الدكه دي هتبقى افضل مساحه ان هو ينزل كبديل في الشوط الثاني، لان ممكن جيرالدو في الشوط الاول كل يبقى اهمه حاجه واحده بس انه يرهق بن شرقي وحازم، يقعد يرهق فيهم يتعبهم بدنيا، وبالظبط رمضان ياخد اخر نص ساعه، وقد يكون ده فكر فاي. بس انا في وجهه نظري ان الجبهه اللي هيتم التركيز عليها النهارده من النادي الاهلي في الهجوم هتبقى الجبهه اليمنى لنادي الزمالك. انت كنت عايز تقول حاجه على موضوع الدفاع يا عز؟ كنت بقول لك ان نقطة تانية مهمة جدا، ان بص الناحية اليمين دايما فعلا
كان أوناجم في المباراة دي مش بيقدم الدعم الكافي في أرض الملعب للجبهة، فالجزء ده بيبقى ضروري جدا. إن طبعا الزمالك في الماتش ده فتح خطوطه أحمد عيد، الوضع مختلف، لكن في نفس الوقت هو حازم إمام هو كمان هو نقطة من النقاط اللي عنده فيها مشاكل كتير لما بتلعب كرات عرضية من الناحية التانية، لأن في الألعاب الهواء هو مش قوي ومش طويل. فالجزء اللي عند وسط الملعب بتاع الزمالك هو ده بقى اللي بيصعب على ان الزمالك يهاجم، لان وسط الملعب زي ما انت شفت لما الزمالك بيبقى فاتح خطوطه بتلاقي فيه مشكله عند الاثنين قلبين الدفاع في المساحات وفي اللعب مع السرعه. فدي نقطه هتصعب الحياه لو جونيور اجاي مهاجم ودفاع الزمالك متقدم والزمالك قرر يهاجم، لكن الزمالك لو قرر يدافع فعلى الاقل هو عنده الجزء الاولاني ده هيتحل، وبعد كده الجزء الثاني بتاع حازم امام اعتقد انه هيحتاج ان زيزو هو اللي يكون معاه اكتر في الجبهه اليمين واشرف بن شرقي يكون موجود في الجبهه. عايز اشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا كريم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا للسوبر المصري الاهلي والزمالك، وبعد الفاصل الاعلامي الكبير استاذنا كابتن احمد شوبير، خليكم معنا لسه مكملين.